عليكم فيديو جديد. الفيديو مختلف على جميع الفيديوهات لحقاش. هذه المره غادي نوريكم كيفاش تطيب سلايم بطريقه ناجحه. كما كتشوفوا هنايا انا فايت لي صيبتو، انا فايت لي صيبتو نجح ليا. داكشي علاش بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. المهم نخليو هذا على جنب ونبداو. اول حاجه المكونات اللي غادي تحتاجو، غادي تحتاج الماء، الدقيق، الزيت، الزيت شويه كما كتشوفوا هنايا. اذا بغيتو تزيدو ملون غير شويه، انا جايبه شويه. اذا بغيتو تزيدو غير هاد الملون. اول حاجه هذا ماشي سلايم مائي، سلايم مائي ضروري خصو المنشط سلايمي. كيتباع عند المحلات وتقدر تلقاه في، تقدر تلقاه في شي محلات، شي محلات ما كتلقاهش. المهم ما يكذبش عليك شي واحد ويقول لكم غادي يصدق لكم السلايم المائي بلا منشط سلايم. المهم نبداو. اول حاجه كتشد كاس الماء، معلقه شويه شويه، ولا نكب شويه تمني يكون كيبان. كب شويه في الاول، ما تكثروش دائما، ما تكثروش. ها هو صدق ليا انا، والله ما كنكذب، ها راه صدق ليا. ها لحقاش جربت بزاف الطرق وما كيصدقوش. هذه اول مره تصدق ليا وبغيت نشاركها. اذا كما كتلاحظوا هذا الشيء ماشي من التخصص ديالي. شويه ديال الماء، نزيدو شويه مازال حسب داكشي بغيتي دير، يكون هذا مسوح مزيان. الحاجه اللي بغيتي ديرها شويه ديال الدقيق، تخلط مزيان. تخلط تخلط تخلط، كيبان انه خصو شويه مازال، نزيد شوية دقيق، غير شوية، نزيدو شوية، نخلي واحد شوية هكا، عاد باش كيتاح من التحرك مثلا، كي بحال كيتماسك داكشي، نقادو عليه شي بلا وتشوفو. نعاودو نزيدو شويه حيت خصو يكون مزيان، يعني ما يبقاش هاد الماء. كتشوف نتا عينك ميزانك، باقي ما تشدش لينا مزيان. نزيدو شوية الماء، المهم هاد السلايم ملي تبغيو تلعبو بيه حاولو يديكم تكون، نديرو شوية الملون، يديكم تكون ناشفة غير شوية. لحقاش أصلا السلايم كتشري نيس، تشريه ومن بعد ملي كتهزو بيديك في هزكي راه كيضرب ليك كلشي بزاف، تبقى خاسر فيه. المهم في الطريقه نحرك يديا، باش كتجي طريقه سهله. شوفوا باقي الماء خصني يزيد مازال، تحرك تحرك مزيان. هو فيه شويه الخدمه في اليدين،
لك مزيان ما يبقاش هذا المعلم، ما يبقاش خصو الدقيق، زيتو الدقيق. نزيدو ندير ليه هكاك، شوفو واش خاصو دقيق لحقاش باين. الا كان خاصو دقيق باين، خاصو خاصك تيدلي، خاصك الا كيلصق ليك بيديك بزاف خاصك تزيد ليه الدقيق. باقي كيلصق ومن اللي عندو شي تساؤل وما صدقش ليه ولا شي حاجه يقدر يقول عليا. شوف الحل، ها هو بدا كيتماسك. شوفوا ها هو بدا كيتماسك، مازال خصها شويه ديال الخدمه. نجيب شويه دقيق، كدير في يديك تحرك هكا هانتوما. انا راه مقطعتش لا فيديو لا والو باش تشوفوا قدام عينيكم. ما صدقش لي غادي تشوفوا، صدق لي غادي تشوفوا. تمنيت ندير لايف ولكن ما كتقاتش لي الكاميرا بزاف، كنتحدى فيه شويه ان شاء الله شي مره نديرو. درت سبق درت لايف، درت كيفاش ندير لايف. هذه راه هي الطريقه الوحيده اللي غادي تصدق لكم، حتى شي سلايم ما غادي يصدق لكم بلا منشط. هاو وباش ما يبقاش لينا هذا الشيء لاصق، باش ما يبقاش كيلصق بزاف عاوتاني، هنايا واحد المكون اساسي اللي حتى شي حد ما عمر ذكرو. لحقاش انا درت شحال من سلايم، هذه اول مره يصدق ليا ويلا صدق لي. دابا كتشد شويه شويه، اش كدير؟ كدير ها تحط هذا، كدير هكا بحال هكا دوز عليه، كدير هكا. الا كثرتي عاوتاني تصدق واحد، الا كثرتي ما غاديش يبقى سلايم. هذه راهي الطريقه الوحيده ديال السلايم، وهذا راه سلايم نيت هكا كيفاش كيصايبوه. و عاوتاني اللي بغى يصدق لي كامل 100% غادي يشري مناشط، ما عرفتش بشحال كيتباع ولكن كيتباع في المحلات، غسولو غادي تلقاو. هذا راه محبوب للجماهير، كلشي كيقلب عليه قدام عينيكم. صايب لي السلايم قدام عينيكم، بغيتو يكون لون شويه غامق ولا تقريبا بحال هذا اللي كنت صايبت قبيله، زيدوا الملون كتلاه. كيبان لكم في الاول خايب ولكن حتى ملي كيولي زوين مع كيندمج شويه، تقلب عاوتاني شي راه اخرى تزيد شويه. حلو بحال هكا، في الاول كيبان لكم خايب ولكن هو راه زوين. هذه
الطريقه الوحيده. في شويه ديال العذاب ماشي مشكل، ما يمكنش لك مشي واحد يقول لكم ديروا الماء والملح ما كيصدقش، هذاك بالضبط ما كيصدقش. بقاش انا جربت مع شحال من ماما، انا بغيت يصدق لي دابا مزيان. هاو خصك مازال تندمج شويه، اش غادي ندير؟ عاوتاني شويه ديال الزيت كتشوفوا ما كيضيعش حتى يتمصل، حتى ما كيتملصش لكم دغيا. شويه ديال الزيت صافي، كديروا شويه في الفريكو. انا ما نديروش الا بغيتيه، الا بغيتي هذيك ماشي هذا باش كتخبيه، الا سالتي منو كديروا في الفريكو باش يبقى لك مزيان. حطوه هنايا صافي هادشي. البلاصه اللي غادي تلعب فيها السلايم ولا غادي تحط فيها السلايم ديالك ما خصهاش تكون فيها الماء، ضروري يديك خاصها تكون ناشفه. هادشي خاصو يحيد. ها باش نوريكم، ها هو صدق لينا ما كيلصقش حتى الاخر. هذا درتو شويه لون باهت، بغيت عاوتاني يتملص ليا مزيان ندير شويه ديال الزيت شويه. يدي ما تكونش عامره بالماء، كنقولها لحقاش هذه هي اللي كتخسر كلشي. كما كتشوفوا ها، بغيتي تحافظ عليه كديرو في الفريكو. المهم ها هو كتشوفو صدق لينا، وجربوه بكمية قليلة وغادي تشوفو واش غادي يصدق لكم ولا لا. المهم غير ما تنساوش في اللايك، راه درت كلشي قدام عينيكم، ما قطعتش الفيديو. ما تنساوناش في اللايك وسبسكرايب، ولا شفت التفاعل بزاف هادشي غادي نبقى ندير ديما افكار جداد فهادشي كيقلبوا عليه بزاف المشاركين والمشاهدين في اليوتيوب. يلا باي باي، المرة الجاية وصلي صدق ليا.